اصفر او ابيض. تعرفوا كم مره بنسال حالنا هذا السؤال امتين لما بنكون عم ننقي اناره لبيتنا؟ لانه نحن ما بنقدر نعرف اهميه الاناره بالبيت قديش رح تكون عم تريحنا او ببعض الاوقات عم تاذينا. ليش؟ لانه الاناره بتلعب دور كتير اساسي بحياتنا اليوميه حسب نحن وين عم نقعد والساعات اللي عم نقضيها مطرح ما نحن مضويين. كرمال هيك السؤال هو اصفر او ابيض، رح نخبركم نحن على اي اساس بننقي هذا الضوء بنصيحتنا لليوم. قبل ما نقي الإنارة لبيتي، العنصر الأهم مثل ما عم ذكركن عطول، نحنا من وين عم نشتري الإنارة؟ لأنه اليوم بطبيعة الحال في كتير محلات ما عم تكون عم تحترم السباكس اللي نحنا عم ندفع حقها. لأنه اليوم أبرز نقطة وأهم نقطة أنا لما بدي نقي الإنارة اتطلع على نقطة صيانة ما بعد البيع. كرمال هيك لأول شغلة لحتى نخفف الريسك ضروري إنه نروح على محلات هن مختصين بالإنارة ونكون عم نشتغل مع مهندسين يقدروا يعرفوا كيف يدولنا بيتنا، والأهم من هذا كله يكون في عندهم أكيب مجهز لحتى يتحملوا هن مسؤولية الإنارة لما نكون عم نركبها بقلب بيتنا. من بعد ما نكون نقينا المحل اللي نحن بنشتغل معه راح نفسركم نحن بطريقه سريعه. في عنا ثلاث الوان اساسيه للاناره، يا عم نحكي عن الوارم لايت، يا عم نحكي عن الكول لايت، يا عم نحكي عن الداي لايت. الوارم لايت هو الضوء الاصفر مثل ما اطلقناه باول الحلقه، اللي هو مفترض اجمالا يكون بقلب البيوت لانه هو مع الوقت راح يكون مريح للنظر. كرمال هيك بيستعمل باوض النوم بالصالونات وبالمحلات اللي نحن بنقضي فيها وقت كتير طويل. اما بالنسبه للكول لايت هو الضوء اللي بيجي اكثر ميال على الابيض، هو اجمالا بيستعمل بالمحلات اللي نحن ضروري ننقي فيها بشكل متقن مثل محلات التياب، مثل محلات الاقمشه، مثل الكوافور، لانه الكول لايت هو لون ما راح يخسر الالوان اللي نحن عم نشوفها فعاليتها، لانه الاصفر بطبيعتها راح ياخذ على لون صفار بينما الكول لايت راح يحافظ على لون القماشه اللي نحن عم نشوفها. كرمال هيك بنشوفه بمحلات التياب وبمحلات الاقمشه. اما بالنسبه للدي لايت فهو الضوء الاول الساطع اللي نحن لازم نحطه بالمحلات اللي بدنا نشتغل فيها بدقه، مثل المطابخ، المدارس، المستشفيات، المختبرات، هونيك لازم يكون في عنا ضوء قوي. نحن لما نحكي عن الاناره عم نحكي عن نوعين اساسيه، يا عم نحكي عن الاناره ديركت او الانديركت. الاناره ديركت هي كتير امور بنشوفها مثل اللمبه، مثل السبوت، مثل حيالله ستوي معقول نشتريه بضوي، او حيالله لامبادير او تريا نحن بنحطها بقلب بيتنا. هون بنختلف حسب نحن شو بدنا الديزاين وبتختلف اللمبه تبعها. انا كيف بنقي اللمبه؟ اهم نقطه بنقيها حسب الوات، ومن بعدها بنقي حسب اللون مثل ما كنا حكينا حسب نحن باي غرفه عم نحطها. مش هون القصه لما بدنا نروح على الانديركت. بالانديركت في عنا كذا فاز لنقي اللمبه، راح نخبركم لحتى ما تكونوا عم تنغشوا. بالانديركت في عنا نوعين من اللمبات، يا عم نحكي عن اللمبه يا عم نحكي عن الستريبلر. اللمبه اللي هي بالعاميه بنسميها تي 5، اللي هي لمبه بتنشك بقلب لمبه وعلى قد ما نحن بدنا بنزيد الامتار. من حسناتها انه اللي بيجي الترانس تبعها من نوفيه وبتنباع حسب السنتيمتر من 60 ل 120، بس من الاخطاء اللي نحن بنوقع فيها انه بالصالون بنوصل كل اللمبات ببعضهم وهذا شيء خطا. كرمال هيك لمبه التي 5 ما لازم نوصل اكثر من 3 لمبات لاربع لمبات اذا كانوا مقياس صغار ببعضهم، وهذا شيء راح يحافظ على حياتها، وهي كمان بتجي بطريقه انها بتحمي حالها لانه الترانس من نوفيه. اما بالنسبه للمبه التي 8 اللي هي كمان لمبه معتمده، حسناتها انها ارخص لمبه، بس هيدي اللمبه لازم تنوصل دايركت على الكهرباء، ما بفوتوا ببعضهم، بس انه بالمستودعات اجمالا بحطوها لانه تكاليفها منا عاليه. اما اللعبه الاساسيه فهي عم نحكي عن الستريب لاد اللي هو كابل لاد نحن بنشتريه، بيتراوح اسعاره كثير وبتختلف من يمكن يوصل من 10 دولار لل 100 دولار، ليش؟ لانه اول نقطه الستريب لاد هو بيجي بالامتار، كل متر بيختلف عدد اللمبات اللي فيه، في يكون بالمتر في 60 لمبه، 120، 180 ليوصل ل 240 لمبه بقلب المتر، وهذا الشيء راح يعطينا ضوء ساطع وضوء حلو، هو اكيد راح يكلفنا اغلى من باقي اللمبات لانه الستريب لاد بده ترانس له. شو حسناته؟ حسناته انه التايم لايف تبع هيدي اللمبه هو اطول بكثير، يعني نحن مضبوط نكون عم ندفع اول شيء شوي اكثر، بس هيدي الدفع عم ندفعه نحن راح نحافظ عليه ببيتنا، بس النقطه الاساسيه انه الستريب لاد هو راح يحمى ونحن بنخبيه بقلب الجفصين. كرمال هيك صار في شيء جديد اللي هو اسمه البروفيل اللي هلا نحن عم نشوفه، هيدا البروفيل صار مثل بروفيل الومنيوم، بنحط بقلبه الستريب لاد وهيدا الشيء راح يحمي الستريب انه يحمى. وكرمال هيك صحيح راح نكون دفعنا مره بس راح نكون اخذنا ضوء حلو وضوء قوي وكله متموج مع بعضه وراح نكون عم ضاين لفتره اطول. اما بالنسبه لاخر نقطه راح نحكيكم فيها اليوم التايم لايف تبع اللمبه،
اليوم مش غلط اذا نحن وعم نشتري ستريب ليد نكون عم ندفع حقه رخيص ويقولوا لنا انه التايم لايف تبعه اقل من غيره، لانه اليوم ببعض المحلات مثل الكلينيك نحن يمكن ما بنضويه كثير، ففيني انا استرخص بحق اللمبه، بينما اذا انا اليوم عم جيب ستريب ليد للصالون او لبعض المحلات اللي هي بتفتح يمكن 16 ساعه بالنهار، ما تسترخصوا بسعر الستريب ليد لانه اليوم رح تدفعوا حقه بلا ما تكونوا انتم عارفين. كرمال هيك جربنا قد ما فينا بحلقة اليوم نعطيكم معلومات عن اللمبات وعن الإنارة، نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ومثل العادة جربوا انكم ما تنغشوا وتابعوا نصيحنا وانطرونا بنصيحة منيحة مع توني.